نظمنا الملتقى الوطني في دورته الثانية تحت شعار الفنشكلي مرآة التنوع الثقافي المغربي، إيمانا منا بأن الفنشكلي رافعة ومرآة حقيقية لعكس وإبراز هذه الثقافة المتنوعة والجميلة، ونثمن ذلك من خلال أعمال فنانين تشكيليين يمثلون جميع المناطق ديال المغرب، سعيا منا للم شمل هؤلاء الفنانين وتأسيس لرؤية جديدة والانخراط في الدينامية التشكيلية المغربية، نسعى من خلالها إلى نهضة ثقافية تشكيلية محضة تغير مسار الفكر المغربي، تغير مسار الشعب المغربي وتفتح رؤيته وفكره على العالم الآخر من خلال الأعمال التشكيلية. وشكرا. الفنشكلي المغربي انتقل من أنه كان فتيا وترعرع مع رواد مجموعة لا يسعني الوقت لذكر أسمائهم، لكن الآن هناك طاقة شبابية تقود ثورة حقيقية، ثورة تعتمد على الفكر التشكيلي الحقيقي النهضوي الحداثي من خلال أعمال معاصرة يعني نهبت من تاريخ الفن وطورت التجربة المغربية. الآن المغرب يمكن القول بأنه يتوفر حقيقة على فكر وتصور تشكيلي مغربي محض. كنشتغل لمدة أكثر من 30 سنة. اللوحة هذه صورة كتنتمي للواقعية المفرطة، وهنا حاولت أنني نشتغل على فتاة صغيرة يعني كتجمع بين البراءة والجمال والدقة في المدة اللي استغرقت. هذه استغرقت مدة شهر بالضبط. شهر. المشاركات اللي كانت عندك خلال المهرجان؟ لا، شاركت المهرجان ديال مجموعة لمسات بدات في 2017، وهذا هو السنة الماضية ما تحت لهمش الفرصة نتيجة مجموعة الإكراهات. هذه السنة هذه حصلوا على مجموعة ديال الدعم وداروا ملتقى ثاني ديال التشكيلي. كان عندك مشاركة خارج أرض الوطن؟ كانت عندي خارج الوطن واحد الأكاديمي ديال أكاديمي دو باري كيعطوا فيها ميداي و بليسان ديبلوم زائد ديبلوم كشهادة اعتراف بالمشاركة ديالي في سميتو. هذه اللوحة تجسد مدى اندثار الثقافة الأصيلة والموروث الثقافي المجتمعات الذي نعيشه. نحن دائما على عاتق كل فنان يخدم هذا البلد أن تكون له رسالة قوية، وهذه الرسالة هي مدى نسيان الثقافة المغربية. هذه المدة فقط تقريبا واحد 3 شهور ديال العمل بمقياس 4 ساعات في اليوم. المشاركة ديالك في المهرجانات؟ من 1994 وانا تنشارك في المهرجانات. كانوا مهرجان داخل ارض الوطن ولا كانوا داخل؟ لا، ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وعندي تهنئه من الجمعيه الدوليه للفنون التشكيليه ومجموعه من الميداليات الذهبيه على الصعيد الاوروبي، وكذلك الان فانا في صدد تهيئ الملف الخاص للميداليه الذهبيه بالاكاديميه الاوروبيه بباريس. حاليا وكاين هناك واحد النهضه التشكيليه، رغم ان هناك بعض الفنانين التشكيليين الذين يتشبعون بتقنيه غربيه وينزاغون في ان يجسدوا كل ما هو ثقافي وحضاري مغربي، ولكن تتبقى القاعات والمعارض والمهرجانات لها واحد الطابع واحد اللمسه قويه في ان تكون الماده التشكيليه بمثابه نبراس قوي من بين الفنون الاخرى. كلمه اخيره لرئيس المهرجان.
المهرجان في المشكلة؟ هو في الحقيقة هذا الأستاذ حاول أن يجمع خيرت ما هو موجود في المغرب وعطانا فرصة أننا نطلق مرة واحدة أخرى ولإغناء هذه المنطقة التي هي جميلة جميلة جدا، وعطانا واحد القوة في أن تكون هذا المهرجان هو صلة وصل ما بين الفنانين التشكيليين في ربوع المملكة. وشكرا للمنطقة وشكرا لكم.